مساء الخير. تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الموسمية. جونا لبكرة غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. مثل العادة منبدأ من الشمال، عكار طرابلس عم يسجلوا 29 درجة، العاصمة بيروت 27 وصور 29 درجة. ننتقل لبعلبك 31، اللقلوق عم بتسجل 18، زحلة 30 وجزين 25 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً بتوصل لل 80%، الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها عم تكون بين 10 و 50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الأحد والتنين جونا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. الرياح عم بتكون ناشطة وبيرتفع معها موج البحر. درجات الحرارة على الساحل عم بتسجل 27 درجة لنهار الأحد، أيضاً لنهار التنين. لنهار الثلاثة والأربعة جونا بتابع قليل الغيوم، درجات الحرارة بتعاود الارتفاع لتسجل 28 درجة لنهار الثلاثة، 30 درجة لنهار الأربعة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير.